السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في موقع اسمه 3D ويرهاوس، ده خاص بالسكتش اب، يعني الناس بتعمل موديل حلو قوي على السكتش اب فبتبدا ان هي ترفع فيه. فانا عجبني شويه حاجات تبع ايجيبت تورست اثوريتي. طيب خلينا مثلا فيله تمبل او معبد الفيله، جميل اللي تقدر تعمل له داونلود، تقدر تحدد الجيولوكيت بتاعه. تمام، خلينا نفتحه. انا عجبني ان في حاجه معموله بشكل حلو فقلنا ايه نتكلم عنها. تمام، طيب خلينا، ما انت ممكن تعمله داونلود وتحمله عندك. تمام، بس لازم نعمل ساين ان. طيب خلينا نفتح اهو اول واحد. تقدر تشوف في 3D وتقدر تشوفه في الاي ار. طب ازاي اشوف في الاي ار؟ فنيجي نبص كده في 3D اهوت. خلي بالك ان الموديل خفيف جدا 1.7 ميجا. تمام، لكن تقدر تشوف كل المعابد بكل التفاصيل. طبعا هنا بيبداوا الناس تدخل، وطبعا بيعملوا التماثيل عملاقة عشان الناس تحس كده ايه بتقول لو هي داخلة. تمام، وهنا مثلا الناس العادية ممكن تدخل، بعد كده لا ناس معينة رجال الدين، بعد كده كان الاكبر والملك بس هو اللي ينفع يدخل وهكذا. طيب ممكن تيجي هنا تقول له انا عايز اشوف روتيت، انا عايز اشوف فيديو، انا عايز اتحرك، كل اللي انت عايزه. تمام، طيب خلينا نشوفه في الاي ار. جاب لي سكان. طيب انا هشغل بقى الموبايل بتاعي اهو، هقول له كيو ار سكان وابدا اقرب من الشاشه، فهو بيبدا ان هو يلقطها، بدا يفتح معايا الشاشه اهوت. تمام، دي اهي، ده كده في الفي ار عادي مفيش اي مشكله خالص. عايز اشوفه في الاي ار هقول له فيو ان يور سبيس، فبيبدا يوريني المكان بتاعي اللي انا موجود فيه. تبدا تعمل سكان فيبدا يظهر لك المكان هنا. فعلا اهوت بدا يظهر معايا اهوت في الفي ار، فانا شايف المكان اللي انا قاعد فيه وفي نفس الوقت شايف المعبد. هسيب لكم الرابط اللي بحيث تشوفوا اثار مصريه كتيره موجوده، هتستمتعوا جدا بيها كان انتوا زرتوها، وهتشجعكم ان انتوا تزوروا الاثار ديت.